السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مسلم طاجر. وإن شاء الله النهاردة معانا درس جديد من كتاب English Grammar News، الأفضل على الإطلاق لشرح قواعد اللغة الإنجليزية. النهاردة معانا الوحدة 94، بنتكلم عن Relative Clauses، ده الجزء الثالث. هنتكلم عن ثلاث أدوات غير اللي إحنا شرحناهم في الحلقتين اللي فاتوا، Who, Which, That، نستخدمهم إمتى وإمتى نقدر نستغنى عنهم. أما النهاردة إمتى بنستخدم Whose، إمتى بنستخدم Whom، إمتى بنستخدم Where. التلاتة مختلفين عن بعض تماما، كل واحدة لها استخدامها الشخصي بانعزال تام، مفيش ربط زي اللي فاتوا. لايك، شير، كومنت، حلقات فوق، سبسكرايب، جرس. نبدأ، بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مع الوحدة 94، Relative Clauses 3 Part 3، Whose, Whom, Where. أوكي، مبدئيا نفتكر كده مع بعض، احنا بنستخدم أدوات الوصل علشان نربط جملتين ببعض. بنشوف حاجة مشتركة، بنحذف المشترك فنقدر نربط إلى ده. لما كان عندنا عاقل كنا بنستخدم Who، لما كان عندنا غير عاقل كنا بنستخدم Which، ممكن نستخدم That مكان Who Which. طيب إمتى نستخدم Whose، إمتى نستخدم Whom، إمتى نستخدم Where؟ الأول هنبدأ مع هوز. اوكي، هوز بتستخدم للملكيه، بمعنى ملك من. لو جينا نفتح كده القاموس وشفنا ادي وكتبنا هوز، اقول لك لمن، الذي او التي، الذين. برضو لجانا الى كلمه الذي او التي اللي هي كمعنى لهو وذات في الحلقات اللي فاتت. اوكي، بس انا عايزك تركز مع لمن. اوكي، لمن طبعا كاداه استفهام، هي تدل على الملكيه، ملكيه شيء، لان هو ده الاساس على اساسه انت تستخدم هوز، وبيميزها عن الادوات الثانيه. We use whose in relative clause instead of his, her, their. اوكي، ايه his، ايه her، ايه their. لو تلاحظ ان his, her, their هذول صفات ملكيه اللي بيجي بعدهم اسم، عشان يعني مثلا لو انت فاكر صفات الملكيه اللي هي my book، his book، her book، their book، our book، your book، yours book، لا yours، I'm sorry، your book. اوكي، وصل الفكره كده؟ دول صفات الملكيه. طيب يبقى اشيل دول واحط بدلهم اداه ربط، ها ها whose. احسنت. We saw some people، احنا شفنا بعض الناس، their car had broken down، اللي سيارتهم اتعطلت. their تعود على الناس، سياره الناس اللي احنا شفناهم اتعطلت، عايزين نربط. We saw some people whose car had broken down. احنا شفنا الناس اللي سيارتهم اتعطلت. يبقى whose هنا جاية تربط الجملتين ببعض. جت مكان there، جت مكان there اللي هي صفة ملكية سبقت الاسم. الكار تعود ملكيتها للناس، فاستخدمنا whose. يبقى انت عرفت استخدام whose دلوقتي مكان صفات الملكية. We use whose mostly for people، بنستخدمها بنسبة كبيرة، mostly في المعظم، يعني بنسبة 95% for people. A widow، الأرملة، is a woman، هي سيدة، whose husband is dead، اللي جوزها توفى. Whose husband، كان أصل الجملة her husband is dead، her تعود على the widow، right؟ her husband، فشلنا هير حطينا هوز، اللي جوزها. تمام. What's the name of the man whose car you borrowed، اسم الراجل اللي انت استعرت سيارته. ما his car تعود على the man، right؟ his car اي كان اصلها you borrowed his car، اللي انت استعرت سيارته. I met someone whose brother I went to school with. I met someone، انا قابلت شخص ما، whose brother، اللي اخوه، I went to school with، اللي انا رحت معاه المدرسه. مين يا ترى اللي هي كان اصل الجمله I went to school with his or her brother، اخوه او اخوها. فhis brother او her brother، شلت his، شلت her، حطيت whose، لان whose بتيجي في الجمله كاداه وصل ما بين جملتين مكان صفه الملكيه. مقارنه صغيره ما بين who whose، لان الناس بتتلخبط. شوف لما يجي لك الكلام ده اعرف ان هوز جاي بعدها اسم، هوز جاي بعدها اسم، لان هوز جاي مكان صفة ملكية، فصفة الملكية جاي بعدها اسم بتاعها. اما هو
في الغالب هتلاقي جاي بعدها فعل مباشرة. في الغالب هتلاقي جاي بعدها فعل مباشرة. شوف كده، I met a man who knows you. Who كان أصلها he. I met a man he knows you. هو عارفك. I met a man who knows you. عرفت الجملة كده كان أصلها إيه وتحولت فاختارني ليه who. تمام. I met a man whose sister knows you. الأختها عارفاكي. أنا I met a man whose sister أخته عارفاك. هو I met a man his sister knows you. I met a man أخته his sister. فكان أصل الجملة his sister، شلت his حطيت whose، بس ما ينفعش who صح، لأن لو حطيت who يبقى أنت كان أصل الجملة المفروض هنا a man، يعني I met a man he knows you، أنا قابلت راجل هو عارفك، يبقى في الحالة دي I أحط who. تمام. عندما I met a man his sister knows you أشيل his وأحط whose sister knows you، اللي أخته عارفاك. تمام. نروح لسكشن بي مع الاستخدام الثاني الى استخدام هوم. خلينا اختصر لك هوم كده قبل ما نشرح. انت عرفت هوز مكان صفه ملكيه، هوم لما تلاقي فيه عندك فاعلين مختلفين عن بعض. انا قلت لك الفكره، شوف الشرح في الجمله. هوم از بوسيبل انستيد اوف هو. هو هوم يعني من الممكن تستخدمها بدل هو. When it is the object of the verb، لما بيكون احنا بنتكلم عن المفعول به، لما بكون بتكلم عن المفعول به. In the relative clause، في الجملة اللي رايحين نوصف منها، تمام، اللي هيكون فيها وصل. Like the sentence in الجملة اهي، the woman whom I wanted to see was away. السيدة اللي أنا كنت عايز أشوفها كانت بعيد راحت. I wanted to see her. I wanted to see. كان أصل الجملة I wanted to see her، أنا كنت عايز أشوفها. She was away، هي كانت بعيدة. فقال لك the woman whom I wanted to see was away. هتفهم أكتر في المثال الجاي. شوف المثال الجاي. You can also use whom with a preposition. To whom، from whom، with whom. فاكرين لما قلت لكم إن إحنا ممكن نستخدم prepositions قبل أداة الوصل؟ إما تيجي قبل أداة الوصل أو تيجي في نهاية الجملة اللي فيها الوصل نفسه، اللي فيها أداة الوصل نفسها. تمام. مع هوم بالتحديد ممكن يحصل الكلام ده كتير. مع هوم بالتحديد يحصل كتير كتير كتير. شوفوا الجملة. The people with whom I work are very nice. الجملة دي كان أصلها I work with people، أنا شغال مع ناس. I work with people، they are very nice. They are very nice. فلما جيت أربط هنا بيعود على المفعول به، فحطيت the people في الأول. The people، وكان قبلها I work with people. ف people جاي قبلها with، جاي قبلها حرف الجر. يبقى مع whom حطها قبل الأداة الوصل، يبقى with. يبقى the people with whom، the people with whom I work are very nice. ناس لطاف. مع الناس اللي أنا كنت بشتغل معاهم ناس لطيفة. خدت بالك؟ لاحظ كده. The people I، the people I، في فاعلين مختلفين، هنا في people وفي هنا I. ولو رايح ترجع للجملة الأولانية، the woman أدي فاعل، I أدي فاعل تاني، ففي فاعلين مختلفين. يبقى whom بيجي معاه فاعلين الاتنين مختلفين عن بعض، غير هو. لا، هو عايزة بعدها، هو جاي أساسا مكان الفاعل المكرر. which جاي مكان الفاعل المكرر. whose جاي بدل صفة الملكية. whom بتيجي لان هنا كانت بتعود على المفعول به، بتعود على المفعول به وهو عاقل في نفس الوقت. وانت جاي تقول ايه؟ عندي هنا فاعل وفاعل، فاعل مختلف عن ده. people ادي فاعل، I ادي فاعل تاني مختلف عنه، فانا ما بقعدش عليه، انا بتكلم على مجموعة تاني، بتكلم على ناس تانيين. but we don't often use whom in spoken English. في الكلام ما حدش بيستخدمه. في القواعد اللي بتكتب اي بنستخدمها وبتجيلك اسئله، هي حاجه كده عشان تقرفنا وخلاص. انما في الكلام الناس بتحب تستخدم هو which that، او ما تستخدمهمش اساسا، او بيستغنوا عنهم. we usually prefer، احنا بنستخدم ونفضل هو or that or nothing، او لا شيء، امشي عادي. so we usually say، احنا في الغالب بنقول the woman I wanted to see، السيدة اللي كنت عايز اشوفها، او ممكن اقول the woman who or that I wanted to see. the people I work with، الناس اللي انا شغال معاهم، بدل ما اقول the people
Who the people with whom I work are very nice people. يا دي وجع القلب انت بتقول ايه؟ ف the people who that I work with. اوكي okay. عرفنا whom. تمام نروح لاخر واحده section C where. You can use where in a relative clause في الجمله الوصليه او اللي بتوصل to talk about a place. دي سهله خالص. اسم مكان حط where. اسم مكان حط where. The restaurant we had dinner there, it was near the airport. المطعم اللي احنا تعشينا فيه هناك كان بالقرب من المطار. فالجملة اصبحت The restaurant where we had dinner was near the airport. Was near the airport. المطار المطعم اللي احنا تعشينا فيه كان بجانب المطار. I recently went back to the town where I grew up. انا مؤخرا ذهبت رجعت للمدينة اللي انا كبرت فيها وعشت فيها. Or the town I grew up in. أو اللي أنا كبرت فيها هي مفيش مشكلة بس هو استغنى هنا عن where. Okay. The town that I grew up in. نفس الفكرة برضو. I'd like to live in a place where there is plenty of sunshine. أنا عايز أعيش في مكان حيث جبت where لأن جاي قبلها place. ده جاية صريحة جاية قبلها كلمة place نفسها اللي هي المكان. تمام. Is plenty of sunshine فيها أشعة شمس كتير. خلي بالك ملحوظ قبل ما أروح لسكشن دي و إي طلبة كتير بتتلخبط أو بالتحديد طلبة كتير بتتلخبط في استخدام which و where لما يقولوا أربط. أنا جاي عندي اسم مكان. ما هو اسم المكان هو له صفتين. هو شيء غير عاقل فممكن أستخدم بعده which وفي نفس الوقت هو مكان ممكن أستخدم where. طيب أنا لما تجيلي الجملة أستخدم which ولا وير مع المكان. خلاص خلينا ابسطها لك. لما تجي لك الجمله تيجي تربط لقيت فعل اربط بويتش. لقيت الفعل اربط بويتش. لقيت فاعل لقيت جمله كامله فاعل اربط بوير. يعني مثلا I work in a school. It is big. أنا شغال في مدرسة هي مدرسة كبيرة. I work in school which is big. Which is big. طب لما أقول لك جملة كده I work in school it is next to the airport. يبقى I work in school where it is next to the airport. طالما جت it I'm sorry لا بلاش الجملة ديت عشان ممكن احذف it هنا واحط which عادي صح مفيش مشكلة. طب I work in a school my friends studied 14 years or have studied 14 years. I work in a school where I work in a school where my friends have studied 14 years or مش عارف انا قلت الجملة ايه. انا ليه هنا قلت where لان جيت بعدها my friends. وصلت الفكرة؟ فيبقى which عايز بعدها فعل where عايز بعدها فاعل عايز جملة كاملة. ده اللي يخليك تفرق ما بين ان تستخدم which او where في حالة ان يجي بعدها قبلها اسم مكان وانت متلخبط هل عامله غير عاقل ولا عامله كمكان. عامله غير عاقل احط which يبقى يجي فعل. عامله بمكان هيبقى يجي جملة كاملة عادي ما فيش مشكلة. زي هنا where there is الجملة التانية where I grow فجاي جملة كاملة. في سيكشن دي وإيه إن شاء الله مش هياخد مننا وقت. دي حالات خاصة مع كلمة the day the year the time. في الغالب الناس ممكن تشوفهم مهم مستخدمين أداة ربط when لأن ده وقت بالنسبة لهم the day the year the time. فأقول لك لما الشيء something happens شيء ما يحدث that something happens or يبقى اما تستخدم على طول من غير اداه ربط او تحط that مع the day the year the time. وصلت الفكره the week the month. Do you remember the day we went to the zoo? Do you remember the day that we went to the zoo? وصلت الفكره. حطينا that او ما استخدمناش مع the day. The last time اخر مره that I saw her كنت شفتها she looked fine كانت بخير. I haven't seen them since the year they got married. مش بتمشي من السنة اللي هم اتجوزوا فيها أو that they got married. أوكي okay. يبقى the day the year the time
إما تستخدم بعدهم أداة وصل أو تحط بعدهم that. We say نحن نقول the reason. أوكي. دي برضو حالة خاصة مع كلمة the reason، نفس الفكرة، إما ما تحطش بعدها حاجة أو تستخدم that أو تستخدم why. Something happens. أوكي. شوف كده. The reason I'm phoning you، السبب إن أنا بتصل عليك is to ask you advice، إن أنا أطلب منك نصيحة. يا راجل محتاج نصيحتك. فthe reason ما جاش بعدها أداة وصل. أو تقول the reason that I'm phoning وتكمل الجملة عادي، يبقى the reason that. أو تقول the reason why، سبب إن أنا بتصل عليك، I'm phoning كذا، وتكمل الجملة. أتمنى إن الفرق ما بين who's whom where واضح، والاستخدامات والحالات بتاعتهم، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية اللي هي extra clauses. هتبقى في هنا في عندنا معلومات إضافية عن الروابط. أتمنى إنك تكون درست الثلاث حلقات اللي فاتوا كويس، لأن الحلقتين الجايين ممكن يقلبوا دماغك شوية. أشوفكم على خير، سلام عليكم.